السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بالبارت الرابع تقريبا وصلنا من موضوع الفاير سيريز إن شاء الله ربي الأمور اللي حدثت يعني ماشية وياكم لا كلش واضح ماشية وياكم لا لا مشوها مشوها ما, ما, ما ظل لنا شي باو هذا الفيديو إن شاء الله راح ناخذ مختصرات للحل هي عبارة عن الإيفن الموعدد أنت إذا عرفت أنه اللي انطاك اياه بالسؤال الرسم مالته يكون إذن أودت راح تختصر بالحل كل شو لأنه هو بقى خلينا نكون واقعيين تسعة من الأساتذة أو تسعين من الأساتذة أجيبولك لك إيفن أو أودت حتى الحل يكون الحل يكون قصير ووقت الامتحان يكفيك بس بصراحة إذا ما جابك إيفن أودت يعني هذا الأستاذ صدق صدق يعني دا يدور سوالف تعبانة يعني باختصار 99% من الاسئله تجي اما ايفن او اوديت لذلك احنا لازم ناخذها حتى تسهل لنا الحلول ايفن او اوديت او الاود زين احنا ما كاتب الاود بس دقيقه اوكي زين اول شيء مختصرات الحل راح تعرف شنو مختصرات للحل وش كده راح يسهل لنا بس قبل ما نعرف انه شلون مختصرات للحل لازم ناخذ ايفن اوديت هو شلون يصير بعض انا كطريقتي انه لازم احنا على الرسم اكو بعض الاحيان اساتذة انه او كطلبهم شنو على اللي اخذناهن آه بالمراحل الاولى او اللي اخذناهن بايام الاعدادية يعني شنو انه يعوض بالبدال مكان الاكس سالب اكس اذا طلع يعني نفسه يكون ايفن او هيتش يعني اذا طلع نفسه يكون ايفن واذا طلع سالب ون سالب و اف اكس فيكون اود بصراحة احنا ما راح ترهم ان شاء الله هناك فترات وراح اقول لك ليش ما ترهم راح ناخذ مثال يدل على صحة كلامي اذا انت لازم تعرف ترسم شلون تعرف ترسم انت اكيد شايف المحاضرة اللي اخذناها على الرسم اكيد فاهمة اذا طيب عاد انا الحين استأذن عندي يعني عندي موعد وعندنا والله ودي بس خلونا على مقعدة. لا, لا, لا الايفن هو شنو؟ الايفن معناه انه هذا الخط الواي يكون عباره عن مرآة يعني شنو؟ انا لو جبت مرايه خليتها هنا جيبوا أنتوا جيبوا حسام ما عجبتكم مرايه ما ادري جيب لي المرايه وخليها هنا راح تشوف انه انعكاس هاي شو اسمه هاي الرسمه تكون هنا بر المرايه يعني بمعنى انه انعكاس هاي المرايه تكون هنا بمعنى صح هذا عند الاف صح عندي FX. هذا عندي اف هذا عندي الاف او عندي الرسم انت ما عليك بهذا الرسم انا تحكي لك هذا وهذا احنا لازم نختبره هنا هذا لازم تختبر لي يعني الايفن شو كانت تكون ايفن اذا كانت هاي الرسمه نفسها صارت هيك يعني اذا قلبناها يعني نفسها هذا تقلب لي هنا صارت نفسها اذا صارت حول هاي الخط الواي راح نقول عليها ايفن يعني هذا هيشي وتقلبها هيج تقلب هسه شوف انه هسه هذا الرسم تشوف هنا هيك جاي وقالب لك اياه انا شوف صار نفسه شوف هذا نفسه هنا هذا نفسه هنا واضح ال ال القصد بالايفن الايفن معناها انه احنا عندنا رسم ونفس الرسم يتكرر هنا بس شنو المقلوب مالته عكس المرايه اما الاود اما الاود احنا الحين رسم علينا منه هذا الرسم احنا نريد فقط رسمه واحده هي متكررات هذا تاخذ اي واحده ماكو ما اشكال يعني انت اذا اخذت هاي لازم تسوي خط هنا حتى تجرب اذا اخذت هنا لازم تسوي خط هنا حتى تجرب <applause> زين آه نجي هذا شنو الاود الاود معناها انقلب قلبتها وبعدين هي صار يعني هذا مو هو هذا مو هو معناه هذا انقلب هيك نفس الشيء انقلب هاي الصفحه وصار هيك انقلب هاي الصفحة يعني هسه هذا مو هيك الخط هيك الخط معناه قلبناه ورا ما قلبناه عكسناه هيك قلبناه هيك هيك قلبناه دشوفون يعني هسه هذا الرسم نفسه صاير هنا نفسه صاير هنا وبعدين بعدين انقلب هذا معناها الاود هاي طريقة يلا تصير الاود هسه هذا نفسه بس سوينا هيك سوينا وقلبناه صار نفس الرسم اما هذا قلبناه هيك ومن ثم جبناه واضح هذا معناه الايفن والاود من وصلت الفكره ان شاء الله من ناخذ رسومات حتى تفهمون اكثر زين الفكرة فكرة يعني فكرة يعني خلينا نقول اسهل هاي المساحة نفسها هنا هنا صايرة وكأنما هذا قلنا هذا موجب وهنا سالب شوف من ما نطبقه نصير سالب يعني نفس المساحة نفس المساحة نفس الحجم بس مختلفة الإشارات يعني فقط عكس أما هذا نفسه هنا صارت هنا نفس هنا صارت هنا هيك يعني <applause> شلون راح تسهل الأمور إذا كان إيفن عرفنا إنه الرسم إيفن البي إن قبل تقول له صفر بدون ما تكتب البي إن قبل, قبل أنت تقول له صفر هو شغله مو والله إي تقول البي إن صفر وفقط تحسب لي اي واي ان اما الاود اما الاود اذا كان عرفنا اود الاود يعني معناها الاي هم صفر والاي ان صفر فقط تحسب لي البي اما اذا كان لا ايفن لا اودت لا تحسب لي 3. كنصيحه انت جبت الرسم واختبرته اذا شفت انه السالفه شوي تخوف سالفه انه آه شكيت انه هذا مو ايفن اودت حاول قبل تقول له انت نذر ايفن اور عدد وطبق القانون حتى تطول المهمتي الحل صح اما اذا اذا عرفت ايفن اودت واحد من الاسئله فهذا اني راح تسهل لك اذا اودت قول له اي و ان قبل صفر واذا بي اذا ايفن قول له بي ان صفر وبعد بعد محمد قبل بس هاي لا مو بعد هاي القوانين ما تشمل هنا ما احكي لك هنا بدي احكي لك اذا كان ايفن او اودت اذا تريد تحسب الاي ان احنا نطلع الاي نفسها الاي أما الـ إي إن يقولك إذا تريد تحسب لي الـ شلون إن تحسبها؟ تحسب لي إياها أنه واحد على half period، واحد على half period في اثنين، باو، اثنين شنو؟ اثنين، راح أقولك شنو اثنين راح أقول لك شنو معناها هاي الاثنين، إحنا نقول عندك فترتين، إنت عندك فترتين، دايماً إحنا بالسؤال عندنا فترتين، أوكي؟ حول ايفن اود شو بيصير من يكون عندك رسمتين يعني يكون نقطتين يعني عندك فترتين فيقول لك من عندك فترتين اذا كان انت انت تاكدت انه هذا ايفن فأنت جاي لازم تحسب اي ان او اي فانت انا ما اريدك تدوخ الدو... انا من هسه انا عرفت هذا ايفن انا يقول لك من تريد تحسب الاي ها يعني ال... ال... ها... هسه هاي نقطه وهاي نقطه اوكي هاي نقطه هاي نقطه يقول لك انت تحسب لي فقط مال هاي هي نفسها مال هاي فقط تخلي قبلها اثنين يعني القانون مالتي صار احد الفترات واحنا طبعا هاي هاي اللي تعوضنا هنا هاي مال هاي الفتره شلون اوصل لك الفكره بشكل اسهل هسه انا عندي هذا اوكي هذا عرفت مثلا هو ايفن او اود انا اريد اطلع ال شو اسمه مالتي اريد اطلع البي ان مالتي وين البي ان هذا البي ان البي ان بعد يشوفون هنا مو عوضنا بعد هنا مو سويناها لفترتين فترتين هنا يقول ما يحتاج تسوي فتره هنا فقط خلي اثنين وخذ وحده من الفترات يعني اما تعوض هذا اما تعوض هذا كيفك انت انت مخير الله ايش قد حلو هذا الشيء يقول لك انت عوض لي هاي الفتره بس بشرط انت اذا كتبت لي منها مثلا من كتبت لي من الصفر للباي بشرط هنا تحط الاف اكس يعني مالته مو انت لي هاي الفتره وتعوض لي هذا يقول لا هيش ما يصير لازم تشتغل خط واحد اقول لا. اوكي إحنا عرفت المساله ايش قد سهلت ونفس الشيء اذا طلع البي واحد على هذا ثريون في اثنين وحده من الفترات فقط تعوض ويكون النتيجه اكيد صح 100% هسه احنا اخذنا هاي الشغله طبعا البرنامج اللي حكيت لكم به برنامج كلش ممتاز للرسومات انت فقط تكتب المعادله يطلع لك الرسم ذكرناه بمحاضره الرسومات فقط تذكر الها الرابط موجود ضمن قائمة التشغيل تقدرون انه او موجود بوصف الفيديو ايضا تقدرون انه تحملوا تختبرون انه ترسمون يعني تكتبون المعادلة راح يطلع لكم الرسم وتتأكدون منها ايفن او اودت مجرد ترى بين قلت لك هذا نفسه تنطبق هيج وهاي تنطبق وتجي هيج اوكي هسه نروح للامثلة راح ناخذ امثلة ونشوف شنو السالفة طبعا هسه جينا الأمثلة المثال الأول شرحناه قبل قبل ما ناخذ ال ال الإيفن والأود هذا الإكزامبل الثاني راح ناخذ عدة أمثلة بهذا الفيديو أشرح لكم تقريبا مثالين والبارت الأخير خلينا نقول راح يكون عبارة عن ثلاث أمثلة حتى تضبطون الموضوع بشكل كامل فأنت مخير إذا تريد تضبط المادة أنصحك إنه تكمل الأمثلة للنهاية. وإذا ضجت او تعبت والله شكلك بعدين بعد انا شو اسوي فصحك تكمل لان راح يفيدك المهم ما ده حاجه عجيبه يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني عندنا <applause> هذا المثال بما انه احنا افتهمنا الايفين اودت راح نرسم حتى بلكي انه نلقي انه ايفين اودت حتى نتخلص من هواي هواي معوقات فقلت لك انه ما تريد ترسم اول شيء نلقي النقاط يعني انصحك أول شيء الإكس سالب واحد سالب واحد إذن الإكس صفر سالب واحد ليش؟ هذا سالب واحد بما إنه ماكو إكس نفسه هذا نفس صفر بواحد أو صفر بواحد لا واحد بواحد أرسم جيب لون مغاير حتى فقط أحدد النقاط أول شيء أحدد هاي النقطة طبعا كل واحد واحدة سالب واحد واحد طبعا فقط انا خلي احدد واحد سالب واحد سالب واحد واحد <applause> هذا اكس هذا اكس سالب واحد يعني هذا وسالب واحد هذا اذا هاي النقطة النقطة الثانية صفر الاكس والسالب واحد هذا وبما انه عبارة عن رقم اذا بيناتهم خط عدل واضح اما هذا صفر بواحد يعني هنا مو no. واي هذا صفر هذا يعني واحد بواحد يعني هنا صار هذا الخط انا قلت لك وعلمتك قلت لك اذا عندك هيك صار هيك با 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 شلون راح يصير هذا كأن ما قلبنا من قلبنا راح يصير هيك خط وهسه قلبنا من هاي الصفحه صار هيك فهمنا يعني كانه هذا هيك هيك وصار هيك اذا عرفنا انه هذا أود او اود طبعا انت تقدر تتاكد من هاي الطريقه الطريقة طريقتكم اللي تمشون عليها مال الاف اكس ما هالك انصح بيها بس تقدر انه فقط للتاكيد يعني تحاول اذا عرفنا الرسم اود انا آه من عرفت الرسم اود وين الملاحظات ملاحظات شو يقول لي يقول لك اذا الرسم اود يعني اي والاي صفر راح اقول له طبعا اقول له انه اود اذا فاكشين اود وهالسوالف مال في تكتبوها هاي تقول اي صفر وأي ان عباره عن صفر ها ما طلعت ها أه. اي و ان صفر نحسب فقط البي ان كيف نحسب البي ان كيف نحسب البي ان هو ليش بقى فقط البي ان اكو احد يعرف ليش ليش الاي ان طبعا هذا أود هو عنده عداوه ال ايفن شنو even هو عباره عن قلنا الاي ان الاي ان شنو وياه كوساين كوساين و كلش متعارك يعني ذلك الصفر وكذلك هذا الايفن الايفن ويا الساين شوف انه هو بالمعادله الرئيسيه اذا تتذكرون اخذناها المعادله الرئيسيه تشوفون ان ويا الكوساين بي ان ويا الساين ف هذا عنده عداوه ويا الايفن وهذا عنده عداوه ويا فاي فايش ويا الاود الصفر هاي ويا الايفن الصفر <applause> فقط توصل الفكره يعني اكثر ولا اقل زين هسه هو ايش يقول لي؟ بما انه اوت قلنا هذا هسه يقول لي احسب لي البي ان شنو القانون مالت البي ان؟ بارا حتى توضح لكم الفكره مالت البي ان بي ان يساوي هاف بريود انا ما طلعت البريود لازم اطلع البريود البي انا طبعا غلطت لازم اول شيء تطلع البي مو غلطت انه تاخرت البي اكبر عدد واحد اصغر عدد ناقص ناقص اصغر عدد يطلع واحد زائد واحد يطلع اثنين اذا البي مالتي الدبليو ايش لازم طلع الدبليو مهم الاوميجا اللي هو اثنين باي على البي فيصير اثنين باي على اثنين راح يطلع لي باي اوكي هسه تجي تكتب المعادله مالتي واحد على هالف بيريود الهالف بيريود هنا اثنين فاذا هالف الهالف مالتي واحد زين المعادلة المعادلة تقول ها تخلي قبلها اثنين وتقول تاخذ واحدة من عدن واحدة من عيد انت كيفك يلا طبعا انا يعني اكره السالب صراحة هاي حل... اي رقم يصير بها سالب راح يخرب لك المعادلة اذا تجي هنا اقول انه اف اكس اف اكس اقول له من, ال... من شنو من الصفر للواحد من الصفر آني كيفي. انا بكيفي انا اخترت هذا ساين ان اوميجا شقد مالتي؟ الاوميجا مالتي باي فاقول له باي ان شنو؟ ان شنو؟ ان اكس دي اكس اكو بعضكم راح يقول محمد هنا تكون بي ان ليش هنا ما صفرته؟ لا هذا ورا ما تكامل ذاك ورا ما تكامل تشتغل ذنج الملاحظات زين فراح تقول بي ان تساوي واحد على واحد طار فبقالي اثنين فاجي اكتب من صفر للواحد الاف اكس مالته شنو؟ واحد الاف اكس مالتي واحد واحد في المعادلة ساين باي ان اكس دي اكس راح يبقى هو نفسه فانا افرض اطيره فاثنين اوميغا من الصفر للواحد ساين باي ان اكس دي اكس احس اش نوفر 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 مشتقة الزاو اه مشتقة مش الزاو هذا الباين لازم اوفر الباين، فاكتب هنا بايين واوفرها شلون؟ تخليها برة بعكس زين فراح أقول إنه ال ان N يساوي P يساوي اثنين على باي على إن وكامل لأن يعني هذا وفرنا هذا يطير هذا يطير هذا يطير فالساين هو عبارة عن سالب كوساين فأقول سالب كوساين باي إن إكس من الصفر للواحد أوكي أقول إنه P ان يساوي اثنين اي ان واحد اعوض فيصير سالب كوساين باي ان اعوض هنا فيصير سالب باي إن. ناقص وناقص المعادلة فيصير زائد زائد والصفر راح يصير كوساين الصفر كوساين الصفر دائما هو واحد فاثنين باي ان تقريبا نفس السؤال اللي اخذناه قبل شوية سالب سالب هذا البائن ال ال يعني حسب الملاحظة راح سالب واحد على ان زائد هذا واحد طلع النتيجة هنا اذا عوضنا ايفن راح يصير صفر ليش نعوض اثنين يعني فقط الاثنين عبارة عن مثال اللي أنت تقدر تعوض اي رقم ايفن زوج اثنين فا اثنين راح يصير <تصفر> واحد ناقص فيصير صفر اذا عوضنا فردي صار راح يصير عدد اثنين فالجواب راح يكون أربعة باي إن بس هنا تكتب؟ هو هنا ما راح تكتبه هيج راح تكتبه بهيج طريقة تقول إذا عوضت إذا عوض يقول تكون صفر في حالة ال ال إيفن أما في حالة ال إن أودد راح يكون أربعة باي إن أو إن باي نفس الشيء هو حسب كيفك هذا شلون صار هذا هل... هذا جواب مالت اثنين لان اذا اود راح يكون جواب مالت اثنين فاثنين في, في, في اثنين اربعة يعني. هذا ما عوضته هنا هسه راح اعوضه من, من راح نشتغل هنا خارج القسم ما عليك اشتغل على داخل القسم زين ان ايش الان مالتي راح يكون عبارة عن اود هذا اوكي يعني هسه اذا اريد اكتب المعادلة النهائية شلون راح اكتبها اجي اجيب ورقة ثانية حتى فقط اوضح لك هنا مو اف اكس تساوي أي زائد من ال N الواحد هل قد A N كوساين N أوميجا X دي <applause> اكس أو أصلا ما يحتاج الدي اكس حاليا أو يحتاج كيفك تقدر تقول P N ساين مو هيك هو؟ زين انا هنا اذا عوض صفر وهنا عوض صفر فهاي المعادله تروح هاي المعادله تروح شو بقالي اللي بقالي بالسؤال اللي بقالي بالسؤال هذا راح يكون ان هذا ان يساوي واحد في ان ساين ان اوميجا عندي اوميجا عندي بالسؤال اوميجا اللي هو باي اكس دي اكس زين راح تقول هنا مستحيل راح تبقى هيش ليش؟ لان انت عندك نتيجتين نتيجتين even odd زين انا بالايفن صفر فما احتاج ما راح ينكتب فراح احتاج الاود فش اقول انه اقول له انت انت اود الان اود وهذا هذا ايش راح يكون اربعة ان باي في ساين ان باي اكس دي يعني يعني هسه انا اذا طلع ليش كم رقم طلع لي كم رقم اعوض بس فقط اعوض اودا هنا كتبت أو اعوض أود فاعوض واحد اعوض واحد ايش راح يصير؟ اربعة أه واحد راح يصير اربعة باي على ساين باي اكس ساين باي اكس زائد اعوض ثلاثة راح يصير اربعة ثلاثة باي ساين ثلاثة باي اكس اعوض خمسة يصير أربعة خمسة باي على ساين خمسة باي على إكس وإلى ما نهاية تقدر هنا تطلع الأربعة باي أربعة على باي خارج القوس يعني عامل مشترك ليش؟ لأن يعني كل بكل معادلة تتكرر أربعة على باي زين لهنا إحنا خلصنا هذا المثال الأول إن شاء الله رب قدرتوا تفتحوا روح نأخذ مثال رقم اثنين أنت تتكلم قد <applause> بس ناخذ هذا المثال طبعا انت هذا المثال راح يثبت لك انه ليش ما انصحك بطريقة التعويض ايه سالب ايس وحتى يطلع لك ايفن اود هنا اذا تجرب ذاك الطريقة راح تقول لي الجواب اي راح اقول لك لا راح تقول لي ليش مدري شنو راح اقول لك ليش تجي ترسم اوكي نجي نرسم من راح ترسم من راح ترسم انا قلت لك الاكس تربيع شلون ينرسم قلت لك ينرسم دورة كامل بس انا قاعد من صفر للباي ففقط هيج للاثنين باي وراح يتكرر طبعا هاي الرسمة هي راح تتكرر هي نفسها راح تكون نفس التنشال تنحط بصفها ونفس التنشال تنحط هنا بس ما تنعكس لا نفس التنشال تنحط هنا ونفس التنشال تنحط هنا. هي راح تتكرر نفس هيج راح تتكرر اذا هذا ايش راح يدل يدل انه لا ايفن ولا اودد لا لا إيفن ولا odd neither إيفن or odd يعني هي لا هيج من مقلوبة حتى نقول إيفن ولا هيج مقلوبة وجايب هاي الصفحة فإذا هو لا إيفن ولا odd هسه عرفتوا أنا ليش ما أنصحكم بذيك الطريقة زين نجي نحل أول شغلة نطلع الـ A أو أول شغلة نطلع الـ P الـ, 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 الـ هو شنو؟ في ناقص صفر لي في الأوميجا اثنين باي على باي راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع اثنين <تصفيق> <تصفيق> طلع لي اثنين نجي وين؟ نجي هسه آه، نحل الأي واحد على اثنين نصف واحد على واحد عفوا نصف ال هاف بيريود نصف ال شو اسمه يعني واحد على اثنين باي يعني نصف ال شنو يعني باي على اثنين خلينا نقول اوكي لان يعني هو قايل لك انا اريد الباي فباي يعني مية وثمانية فالنص مالته تسعين اوكي الفترة راح تكون من الصفر لحد الباي ف صفر للباي يعني شنو صفر للباي راح تعوض هنا هي شنو هاي الاكس تربيع الاف اكس يعني فراح يكون آه هذا الاثنين راح يطير هذا الاثنين فراح يبقى واحد على باي <applause> واحد على باي هذا النا راح نضربه ف راح نكمل هذا راح يكون اكس ثلاثة على ثلاثة من الصفر للباي واحد على باي من اه ثلاثة تبقى نفسه هذا يصير باي ثلاثة ناقص صفر ف واحد على باي يطلع على باي تكعيب على ثلاثة هذا يروح يبقى يبقى شنو يبقى الاثنين فراح يقول لي باي تربيع على ثلاثة اوكي هذا الاي هذا شنو الاي هسه راح نروح نروح نطلع ال رح رح ال الاي ان الاي ال 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 ان شو يساوي لي يساوي لي نصف الهالف يعني هالف البريود اللي هو باي على اثنين من الصفر للباي هذا سهل لانه شنو عندنا فترة واحدة آه اكس تربيع بما ان كوساين كوساين الاثنين هاي الاوميجا ان اكس تكس زين راح نسوي راح نوفر المشتقة شلون توفر المشتقة طبعا <applause> هذا راح يبقى واحد اوميجا على اثنين او باي على اثنين في توفرها انه هتصير واحد على اثنين ورم وفرتها طبعا هذا راح يكون وين ها آه لا. لا لا احنا غلطنا استعجال خلاني أخطأ هذا راح ينمسح هذا راح يصير طريقة الاختزال اللي علمتكم عليها طريقة الاختزال إنه طرف أخلي أكس تربيع اشتقاق احنا نشتق أما الدواء المثلية الثية اللي هو كوساين 2 إن اكس هاي إنه كامل طبعا إحنا دي اكس زين زين يا حبيبي احنا شو وش راح نسوي نشتق هنا يصير 2 اكس ونشتق يصير 2 نشتق يصير 0 ان كامل الكوساين كوساين 2 N. طبعا تكامل الكوساين هو ساين بس قبل ما نكامل لازم نوفر المشتق اللي هو اثنين يعني فاقول ساين ان ان اكس على اثنين شلون صار؟ شلون صار؟ هنا قبل ما اشتاق هنا انا وفرت واحد على اثنين ان، فانا بس قبل طريقة سريعة سويتها. ها صار قبالة انه هذا هنا شو يصير الساين شنو اشتقاق مالته؟ اشتقاق م... آه عفوا تكامل مالت الكوساين آه عفوا مالت الساين هو كوسين. فأقو سالب كوساين. فاقول سالب كوساين اثنين ان اكس بشارت اوفر التكامل يعني الزاوية فصار اربعة انتر هاي مباشرة انا مسوي يعني طبعا صار مو بالترتيب بصراحة المفروض هاي ينزل جوا فاخر شي هسه ارجع كامل الكوساين الكوساين هو الساين راح يبقى سالب ساين اثنين ان اكس على اثنين في هاي اه يصير اثنين في اه راح يصير ثمانية ان كيف إذاً إذاً نجي شنو نسوي نجي نقضي الورقة شوية ونجي هذا راح نضرب في هذا وهذا ينضرب في هذا وهذا ينضرب في هذا وأقول هنا موجب سالب موجب أوكي هسه خلصنا زين طبعاً هذا ال 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 الواحد باي على اثنين قبر ما علينا به واحد باي على اثنين يبقى برا انا ما دخلني به بس اجي هنا اجي اخلي هذني هنا شلون اقول موجب في موجب في موجب موجب راح يعني يصير اكس تربيع شنو ساين ساين اثنين ان اكس في اثنين ان اوكي هنا سالب في سالب صار موجب موجب في موجب موجب فموجب نين إكس هنا اثنين إكس كوساين اثنين ان إكس اربعة ان تربيع واخر شي موجب في سالب هو سالب هنا هنا موجة فراح يكون موجب اثنين في هذا راح يصير اثنين ساين اثنين ان إكس على ثمانية ان تكعيب والمدة من وين هذا كأنه ماني كامل بشكل كامل المدة هي من الصفر للباي <applause> زين هسه هسه انا شو اسوي؟ هذا اقدر اختصر هذا واحد هذا اربعة اوكي وراها شو اقدر اسوي؟ اقدر اسوي انه اسحب اثنين ان عامل مشترك، واحد على اثنين ان هذا هنا اثنين ان هنا اثنين ان واكو هنا اثنين ان اقدر اسحبهن يعني ايش راح يصير المعادلة برا؟ المعادلة برا اي ان ايش راح تساوي واحد على باي على هذا اثنين وليس اثنين على اثنين في راح نسحب واحد على اثنين راح يصير واحد على اثنين في هنا ايش راح يصير اكس تربيع ساين اثنين ان اكس واضح زائد اثنين اكس بقى كوساين اثنين ان اكس على سحبنا اثنين ان بقى اثنين ان بس اثنين ان بقى واما هنا هنا سحبنا شنو سحبنا اه اثنين فراح يبقى ساين اثنين ان اكس على سحبنا اثنين ان فبقى اثنين ان تربيع وقلنا من الباي الى الصفر راح نروح الورقة الثانية حتى لا نخربط حتى لا نخربط تكميلة راح تصير هنا اوكي تكميلة راح تصير هنا نرجع للقلم الاسود فهذا وهذا يختصر فراح يصير برا شنو برا الاي ان شو يساوي يساوي واحد على اثنين باي اي ان باي هذا راح يصير كثر فيها زين هسه نعوض الباي نعوض الباي عوضت الباي اعوض هنا بكل المعادله وانا اعوضه بمكان الاكس فراح يصير اكس تربيع شنو اكس تربيع وياي ساين احنا راح نعوض هنا no. ساين ايه. اثنين ان باي طبعا اثنين ان باي او تقول اثنين باي ان ايه نفس الشيء يعني ضرب هذا عادي زائد اثنين اكس عفوا لازم تعوض بال... بالاكس هم يعني هنايا لازم يصير باي تربيع هنا لازم يصير باي تربيع هنا يصير اثنين باي بكل اكس بالمعادلة تتعوض كل اكس بالمعادلة تتعوض في كوساين اثنين ان اكس فراح يصير كوساين اه باي اثنين ان اوكي على اثنين ان واخر شيء تكون ساين آه... باي اثنين ان اكس باي اثنين ان اكس باي اثنين ان عفوا ما يبقى اكس اثنين على ان تربيع هسه احنا عوضنا الباي وخلصنا من عنده نجي هسه وين نعوض <applause> نعوض الصفر فالصفر اذا تعوض بالساين تعوض هنايا فالصفر اذا تعوض في اي شيء صفر يروح هذا يصير صفر يروح راح يبقى هنا صفر اي شيء الزاويه مالته صفر وين راح يروح يطير فماشي فاذا صفر راح يكون الجواب مالته صفر يعني كل شيء تعوض فيه صفر راح يطلع صفر عوض هنا صفر ساين صفر صفر هذا راح يصير صفر هنا صفر صفر في اي معادله صفر صفر في اي معادله صفر واضح الموضوع اذا هسه نجي هنا اي هسه خلصنا من هاي الورقه نجي هنا ركز ركز لي هنا اي إن. واحد على اثنين باي تيجي هسه شغلك راح يبلش وين راح يبلش وين, انت? وين انت? الملاحظات وين الملاحظات وين وين اي اوكي الملاحظات ايش يقول يقول لك كل اثنين هنا شنو اثنين ان باي عندنا اثنين ان باي هي صفر اثنين ان باي صفر صفر اذا هاي المعادله صفر زائد يقول لك كل باي كل باي على 2 ان باي اين. باي 2 ان هنا شنو واحد هنا شنو واحد ليش شوف لي يقول لي واحد يعني تقدر تقول 2 باي 1 على 2 ان المعادله ايش صارت اوكي في نفس هذا صار هنا اذا صفر صفر زائد صفر مو في هذا زائد لا ناقص ناقص ما يهمني إذا ناقص أو زائد ما يهمني هسه المعادلة صفت المعادلة صفت واحد على إن واحد على اثنين باي المعادلة صفت اثنين باي على اثنين إن هاي المعادلة اللي صفت لي معادلة صفت لي هيج هاي الاثنين وهاي الاثنين تروح فأي ان تساوي لواحد على اثنين باي المعادلة صفة لي باي على ان زين باي على ان المعادلة هاي اللي صفت لي هاي من المعادلة كلها من شغلي كله صفة لي هذا زين شو انا افكر بالحل هسه يقول اذا انا عوضت واحد ايش راح يصير؟ واحد واحد باي, على باي طبعا هذا وهذا يختصر طبعا هذا هذا يختصر فالمعادلة راح تكون واحد على ان يساوي واحد واحد شنو واحد على شنو هذا هذا ينضرب فراح يصير واحد على اثنين هنا بس قبل ما نكمل لي انه انا هذا محول اثنين هو القلب قلبي وانا اقول انه انا اصلا من وين جايب الاثنين هذا هنا اين هنا اين هنا هنا ان وهنا ان اوكي وهنا ان هنا غلطت بهاي الشغله جدا اعتذر جدا اعتذر يعني راح نكمل الحل منه ونتناقش به هنا هذا إين هنا ان وانا اقول إن. انا شلون حولتها وما ادري بروحي انا تعرفون بين الان والاثنين ما افرق فاعذروني من هاي فايش يقول هذا مو هذا اختصرت راح يصير واحد على اثنين في واحد على إين فواحد على ان راح يصير كأنه مال اي ان يساوي واحد على ان تربيع وهذا الرقم يقبل زوجة او فرجة هذا هسه هذا الاي ان هسه نطلع البي ان البي ان شو يساوي يساوي واحد هاف واحد باي على اثنين من شنو الى شنو من شنو الى شنو من طبعا هو فترة واحدة فترة واحدة أكيد من الصفر للباي تقدرون ترجعون السؤال إكس تربيع هالمرة ساين اثنين إن إكس إكس هسا هذا شو أسوي له؟ نفس السالفة أجي أسوي له أجي أسوي له هاي الاختزال التكامل الاختزال طبعا شرحناها بالتكاملات الاساسيات التكامل اول فيديو بالفورير سيريس <applause> طبعا هسه اشرح راح اقول راح اقول حناية اكس تربيع وهنايه ساين اثنين ان اكس دكس زين هنا يصير الاكس تربيع راح يصير اثنين اكس والاثنين اكس يصير اثنين والاثنين صفر صفر هذا اشتقينا هاي هنا تشتق وهنا تكامل ساين قبل ما تكامل طبعا لازم توفر المشتقة فراح يصير خلينا نقول راح يصير مباشرة الساين سالب كوساين ال... الكوساين شنو التكامل مالته؟ التكامل مالته ساين هذا اذا ما تعرف شنو نسوي هذا سوي يعني تكامل بوحدك راح تعرف انه انا وفرت المشتقة وقبل رجعتها يعني هيج <تصفح> وفرت المشتقة في الزاوية طبعا اخر شي الساين الساين شنو التكامل مالته سالب كوساين راح يصير موجب كوساين اثنين ان اكس على ثمانية ان تكي قلت لك شوي تميل للورقة شوية تميل للورقة تجي تقول لي هيج وهيج وهيج حتى تطلع لي شو اسمه هذا زائد هذا ناقص هذا زائد تجي هسه تكتب التكامل التكامل الرئيسي اللي هو راح يكون ال P N يساوي باول راح اكتب بورقة جديدة حتى تكتب التكامل الرئيسي ال P يساوي واحد على اثنين هاي باي على ان هاي برا ما علي بيه شوفي تخربط بين الاثنين والشسمة زين هذا شلون تفتح لي قوس تبلش موجه في سالب في موجه هنا موجب موجه في موجه هيش تضرب موجه في سالب 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 في موجب هم سالب فتقول سالب اكس تربيع في هذا اكس تربيع كوساين شنو؟

اثنين ان اكس على ثمانية ان تكعيب والفترة من الصفر الباي واضح زين زين نرجع نقول البي ان واحد على باي على اثنين هذا شنو نطلع اثنين ان برا استغفر الله البي ان خلينا نرجع واحد على باي على اثنين طلع اثنين N برا لأنه هنا عامل مشترك شوف عامل مشترك كله واحد على اثنين N عفوا واحد على اثنين N حتى يبقى لي جوا شنو سالب كوسين. اثنين. اكس تربيع كوساين 2 ان اكس هاي واحد زائد زائد شنو زائد شنو زائد اثنين اكس ساين اثنين ان اكس على اثنين انتر ان واحد ليش لان يعني سحبت اثنين هنا شنو زائد طبعا اختصر هذا هذا شنو هسه المفروض هنا شنو مكتوب اربعين ليش اربعين لان يعني انا سحبت اثنين فقالي اربعة واختصرها ويا الفوق شنو راح يبقالي اثنين. يعني شلون بقى هذا وهذا اختصار تسجيل اربعين احسب م... احسب مكتوب اربعين اربعين ستة اسحب اثنين ان راح يبقى اثنين ان تربيع فوق شي نكتب كوساين اثنين اثنين على اكس من صفر للباي اوكي بصراحة تعبت زين هسه راح اروح نعوض ال بي ان واحد على ها هذا وهذا يختصران فراح يبقى لي ان باي ان باي هسه تجي تعوض الباي الباي سالب باي تربيع كوساين اه باي اثنين ان او او ان اثنين ان باي زائد اثنين باي آه هذا الساين فراح تقول ساين اثنين ان باي على اثنين ان واخر شي راح يكون كوساين اثنين ان باي تعوض في الاكس وليس في الان اثنين ان تربيع واما ناقص بعدين تعوض الصفر الصفر اذا عوضتها هنا وهنا راح يصفر راح يبقى هنا فقط اللي هو كوساين الصفر على اثنين ان تربيع يعني كوساين صفر مو صفر اوكي كوساين صفر مو صفر <applause> زين خلي على الصفحة نستعين بالملاحظات الملاحظات لي اي شيء اثنين ان باي اثنين ان باي هو واحد هذا يعني صار واحد يعني بي ان مالتي واحد على ان باي ناقص باي تربيع هذا يعني كله واحد زائد هذا اثنين ان باي اثنين شنو اثنين ان صفر اذا هذا صفر زائد صفر زائد كوساين اثنين ان باي هم واحد يعني واحد على اثنين ان تربيع اثنين ان تربيع ناقص ناقص كوساين هذا يصير واحد واحد على شنو واحد على اثنين ان تربيع ها اه. اي واضح زين نجي هنا بي ان يساوي واحد على ان باي اه. هسه نجي راح يصير يصير سالب باي تربيع زائد واحد على اثنين ان تربيع ناقص واحد على اثنين ان تربيع الشكل هيج اوكي شكل هيج فهذا وهذا يختصرن فراح يبقى لي بي ان واحد على اثنين باي ناقص باي تربيع فواحد من الباي يروح في هذا فراح يبقى لي النتيجة انه البي ان تساوي لي سالب باي على ان سالب باي على ان اوكي هنا همين العدد سواء كان زوج او فردي ما راح يصفر المعادلة اذا ما احنا سوا فاذا المعادلة الرئيسية مالتي اللي بقى اكس تساوي اي من الان الواحد الى اوميجا اي ان ساين عفوا كوساين الاوميجا واحد ان اكس دي اكس دي اكس زائد بي ان أحفل أحفل دي أكس. بي ان حسنا نعوض ها الاي ايش هي طلعت لي اروح اجيب الاي الله شان قد ما صارت الاوراق هواي ما اعرف الاي ايش طلعت هاي تمام الاي باي تربيع او اي باي تربيع باي تربيع على ثلاثة زائد باي تربيع على ثلاثة اوميجا oh, طبعا البي اي ان اي ان هذا طبعا ان يساوي واحد وهذا اوميجا طبعا ال اي ان اي ان يطلع لي الاي ان طلع لي واحد على اثنين واحد على ان تربيع في كوساين باي ان اكس زائد البي ان يطلع لي في ان مثل ما تشوفونه سالب باي على ان في ساين باي على ان اكس يعني من اجي اعوض هذا يبقى بره ما علينا ما يتدخل هذا اجي اعوض عوض, عوض رقم واحد نبلش من واحد واحد على واحد راح يبقى هو واحد يصير واحد يعني كوساين <applause> باي اكس زائد هذا واحد فسالب سالب باي سالب باي ساين هذا واحد فسالب باي اكس نقول بعدين شنو؟ نرجع نقول زائد، زائد، هسا هذا نعوض اثنين، نعوض الان نو يصير اثنين، اثنين، واحد على اثنين، وتربيعة واحد على اربعة، واحد على اربعة، كوساين، هنا باي، اثنين، إكس، ليش اثنين؟ نعوض اثنين، زائد، هنا بما انه ناقص صفر باي على اثنين، نو، يصير صرصر باي على اثنين، ساين، اثنين. باي اكس وإلى الى اخر ما تعوض ارقام هيك المعادله تصير ولهنا خلصنا هاي هاي ال ال هذا الفيديو من الامثله تقريبا اخذنا مثاليا ان شاء الله يا ربي قدرت اوصلكم الفكره ولا تنسونا من دعائكم واذا فاتكم شروحات هاي وصلوها لجماعتكم مع السلامه صدمة كبيرة هو القلب بيك يا نجاح قلبي